اليوم سوف نتعرف على طريقة في كيفية حل مشكلة التحقق من الخصوصية. نقوم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على سجل النشاطات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المعلومات المسجلة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التحقق من الخصوصية. وهنا سوف تجد نشاطك في التحقق من الخصوصية. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. هناك فيديوهات القادمة إن شاء الله.